بكاء قمرتها إيو. وفستان لنا محمد يكشف موعد حفلتها. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع قمر طائي اللي نشرت امبارح ستوري على صفحتها بالإنستغرام كانت لتغريدة إلها على التويتر. علقت قمر به إنه الوضع هنا في غاية السوء، فوضى عشوائية، مزاج سيء، كل شيء يثير غضبي، عدم الرغبة في القيام بأي شيء. لكن الأسوأ من كل هذا أنني صامتة بطريقة تجعل من حولي يظنون أنني راضية عما يحدث معي. أيضا نمر إلى لانا محمد اللي قامت بالأمس بنشر ستوري كشفت عن فستان اللي راح تلبسه بحفلة تخرجها. وعلى الأغلب فإن لانا راح تقيم بهاليومين حفلة التخرج وراح تعزم عليها كل مشاهير دبي. أيضا نارين بيوتي قامت بنشر ستوري جمعها مع ريان وروان، وهذا الستوري كان قبل وبعد لقائهم. وعلقت روان على هذا الستوري إنه هاي الصورة اللي أخذوها مع نارين بيوتي لما كانوا صغار كانت قبل 5 أو 6 سنين وكانوا التقوا بإيفنت لليوتيوب. هنا مختصين بأشياء تانية واللي هي البواب، اي باب في العالم موجود عندهم، حاضرين باب بلكون، باب فيلا، باب كراج، اي شيء. يعني في حتى باب هون على البلكون بعدين بورجيكم اياه، كثير حلو، عجبكم كثير. اهلا وسهلا، ثانك يو. حاضرين، والله متحمس اورجيكم البيت والله.